طيب، بسم الله. كنا بدأنا المرة اللي فاتت شابتر 3 ترانسبورت لاير، وقلنا الهدف من اللاير ده إنه بيجمع وظائف التي تتعلق بالإند تو إند كوميونيكيشن، التواصل ما بين الطرفين الأول والنهائي، وده بيشمل عدة وظائف، من أهمها التأكد من وصول الداتا، وفي الحالة دي بنتبع البروتوكول الأشهر اللي هو اسمه TCP، وده بيتم عن طريق إنه بعد ما توصل للنهاية بيبقى فيه فيدباك راجع اللي هو بيسمى acknowledgement، إفادة بإن الداتا تم وصلها، بيحقق مجموعة من الأهداف. يمكن أعتقد كانت موجودة في أحد السلايدز هنا، يمكن شفناها قبل كده في الشابتر اللي فات. المهم إن هو مجموعة الوظائف اللي بيحققها بتتعلق ب تحقيق نوع من أنواع الجودة في توصيل الداتا. ولكن أنا فاكر إن كان في سلايد كان فيها مقارنة، بس مش عارف ليه مش موجودة قدامي. غالبا دي كانت في واحنا بنناقش الشطر ابلكيشن لاير، بينما النوع الآخر البروتوكول الآخر الثاني أشهر واحد اللي هو UDP، هو كل وظيفته الإسراع في توصيل الداتا. UDP اختصار User Datagram Protocol، السرعة في وصول الداتا، وبالتالي السرعة تتطلب التخلص من أي overhead، يعني ما حملش الداتا معلومات كتيرة بحيث إن حجمها يقل وما توقفش كتير. ده بيؤدي إلى عدم ضمان وصول الداتا بنسبة 100%، يعني أنا مضمنش إن الداتا كلها توصل، مش هيبقى عندي معلومة إنها وصلت، ولكن هو بيلعب على كده، بيلعب على إن ابعت كتير، يعني ابعت بسرعة، والشبكة هتساعدك إلى حد ما إنها توصل لك يعني أغلب اللي أنت بعته، بس ما فيش ضمان لإنه 100% إن هو يوصل، واللي مش هيوصل مش مشكلة. يعني هو ده بيشتغل في نوع الداتا زي ما كنا قلنا قبل كده، اللي هو بيعتمد على البث المباشر، حاجات صوتيات وفيديو، وبالتالي بيهم المتلقي إنه يوصل له الحاجة، المشاهد أو الصوت بمعدل كويس معقول، ولو وقع حاجات كده ما تكونش كتير قوي، يعني لو وقع حاجات مش مشكلة، عكس مثلا إرسال الفايلز والإيميل دي بتتطلب إن الحاجة توصل كاملة حتى لو وصلت متأخر. شفنا برضو عملية المالتيبلكسنج، ودي مالتيبلكسنج أحد وظائف الترانسبورت لاير. مالتيبلكسنج معناها تجميع الرسائل اللي خارجة من جهاز، وهذا الجهاز يحتوي على عدة برامج، قد يحتوي عدة برامج مش شرط، يعني ممكن يكون في أكتر من واحد، أو في واحد بيتواصل على الشبكة. فلو في كذا واحد بيتواصل على الشبكة، كل واحد من دول بيسمى بروسيس، كل برنامج يعمل حاليا على جهاز ويستخدم الشبكة، هو كل برنامج يعمل بيسمى بروسيس، سواء بيشتغل على الشبكة أو ما بيشتغلش. دي معلومة من أنظمة التشغيل Operating System. طبعا احنا السياق بتاعنا ان احنا عايزينه يشتغل على الشبكة، مالناش دعوة بالبرامج اللي مش بتحتاج الشبكة. احنا حاليا البرنامج بالنسبة لنا هو البرنامج اللي بيشتغل على الشبكة، فكونه بيعمل حاليا فيسمى بروسيس، فممكن يكون في بروسيس او اكتر شغال على جهاز، كل بروسيس من دول بتتواصل مع بروسيس تانية على جهاز تاني. انت الجهاز بتاعك فاتح البراوزر ده عامل له بروسيس، بتتواصل مع السيرفر اللي انت بتتعامل معاه علشان تأكسس الموقع اللي فيه،
انت دلوقتي معايا على كونكشن باستخدام مايكروسوفت تيمز، فاحنا كلنا عندنا في اجهزتنا دلوقتي برنامج التيمز اللي هو البروسيس بتاعته اللي شغال على اجهزتك، بنتواصل مع بعض عن طريق السيرفر بتاع مايكروسوفت تيمز اللي ما نعرفش هو موجود فين، بس اكيد احنا بنتواصل عن طريق عملية المالتيبلكسنج. هي عملية تجميع الرسائل اللي خارجة من جهاز بكل البروسيسز اللي شغالة فيه، ثم توصيلها إلى الأطراف المطلوب الوصول إليها. وشفنا في حالة TCP وفي حالة UDP، في حالة TCP اللي هي تسمى Connection Oriented، في حالة UDP التي تسمى Connection Less. كلمة Connection المقصود بها الإعداد المسبق للتواصل، زي كده مكالمات التليفون الأرضي، إنك مش هينفع تعمل مكالمة قبل ما ترفع السماعة وتضرب النمرة والطرف التاني يرفع السماعة ويرد عليك، فأنت كده أقمت اتصال. فهنا بيشبه عملية TCP بهذا بطريقة التواصل دي. ده مش معناها إن TCP سيركت سويتشنج اللي احنا اتكلمنا فيها في الأول، لا هي مش سيركت سويتشنج، هي باكت سويتشنج لأنها بتعمل على الإنترنت، والإنترنت باكت سويتشنج بطبعه، ولكن هو بيتيح حالة تشبه السيركت سويتشنج من ناحية إنه في تأكد من إن الطرف الثاني موجود معانا على الخط صاحي ومستعد لتلقي الرسائل، فبيسميها connection oriented. ففي الحالة دي كل process بتتواصل على جهاز بتتواصل مع البروسيس نظيرتها اللي على الجهاز التاني عن طريق إقامة اتصال، خط اتصال. في حالة وجود كذا بروسيس على نفس الجهاز، الترانسبورت لاير بيجمع، بيعمل مالتيبلكسنج للي خارج من الجهاز ده، ثم بيتم توجيه كل بروسيس الى البروسيس الثاني اللي عايز تتواصل معاه. حتى ولو كان في المثال ده مثلا في 2 بروسيس على نفس الجهاز بيتواصلوا مع 2 بروسيسز ثانيه على جهاز ثاني، يعني جهازين بيتواصلوا مع بعض، بس على الجهازين دول في برنامجين للتواصل، برنامجين مختلفين للتواصل. مثلا البراوزر بيتواصل مع السيرفر، الويب سيرفر اللي على الجهاز التاني، وبرنامج تاني لشاتنج مثلا بيستخدم بروتوكول مختلف بيتواصل مع نفس السيرفر برضه. فبالتالي هنا في اتصالين مفتوحين ما بين جهازين، كل اتصال فيهم بيبقى مستقل بذاته. الكونكشن ليس كانت قبلها. في حالة الكونكشن ليس اللي هو اليو دي بي بيتم الاتصال عن طريق بروسيس واحدة على كل جهاز، يعني كل البرامج التي تعمل على الجهاز ده بيتم تجميعها ويتم التواصل بينها وبين الجهاز التاني غير TCP اللي هو بيتم إقامة اتصال منفصل لكل نوع اتصال منفصل. طيب ده كان يعني كنا قلنا المرة اللي فاتت هنكمل بقى على المواضيع بتاعة الترانسبورت لير عشان ما نأخرش الوقت. UDP اللي هو بيوصف أنه connectionless، كلمة connectionless يعني لا يتم التأكد من وجود الاتصال، زي ما قلنا كده الطرف الأول بيبعت والمفترض أنه جزء كبير من اللي بتبعت ده يوصل للطرف النهائي. هل يا ترى وصل؟ الله أعلم، ما نعرفش. الـ UDP ما فيش ضمان أن الحاجة تكون وصلت أصلا، الأولاني بيبعت وخلاص على اعتبار ان الشبكة يعني هتقوم بدورها في انها توصل اكبر قدر ممكن من الباكتس.
فهنا بتسمى نوع الخدمة دي البيست ايفورت. بيست ايفورت يعني زي ما بيقولوا كده I will do my best، انا هعمل اقصى ما في جهدي عشان اوصل لك. يا ترى وصل كام؟ 100%؟ والله حلو جدا، خير وبركة. 90%؟ ماشي. 80%؟ يلا بيست ايفورت بقى. وبالتالي يو دي بي سيجمنتس، احنا طبعا كنا قلنا كلمة سيجمنت بتطلق على الرسالة وهي في المرحلة دي، في اللاير دي، لها مسمى لما تنتقل من لاير إلى لاير آخر تسمى بمسمى آخر بعد ما يكون تم إضافة معلومات ليها. ففي اللاير دي الرسالة اسمها سيجمنت. الرسالة قد لا تصل، قد تفقد lost، قد تصل في غير ترتيبها، ولا بد من مراعاة ذلك عند الطرف المتلقي. ليه بتسمى connection less؟ لا يوجد هاند تشيكينج. كلمة هاند تشيكينج اللي هي حرفيا معناها التسليم بالإيد، ولكن هنا في السياق بتاعنا معناها إن التأكد إن الطرف الثاني استقبل الحاجة. كل سيجمنت، كل رسالة في اليو دي بي يتم التعامل معها منفردا، مش بتتاخد انها واحدة من ضمن مجموعة رسائل ضمن اتصال كبير. وزي ما قلنا بتستخدم في حالات الارسال الصوتي والفيديو اللي هو بنوصفه على ان هو بس مباشر مثلا، ده يعني اللي هو مش محتاجين فيه ان احنا نراعي كل رسالة بتوصل. ده اليو دي بي بروتوكول. اتفضلي. معلش، هو ممكن حضرتك تعيد الجمله اللي هي بتاعت اتش دي بي سيجمنت هاندلد اندبندنتلي دي، عشان انا اتلخبطت بينها وبين البروسيس اللي حضرتك تشرحها من شويه. طيب كلمه هاندلد اندبندنتلي يعني معناها ليست يعني مش بننظر لها على انها ضمن مجموعه. لما بننظر لها على انها ضمن مجموعه يبقى معنى كده انها لازم توصل في ترتيبها، هي قبليها رسالة وبعديها رسالة وكلهم بيكونوا صف من الرسائل اللي هم يتبعوا اتصال معين. يعني أنا ببعت كمية داتا متقسمة لقطع صغيرة، فأنا لازم القطع توصل. لو أنا عايز الرسالة كلها توصل يبقى القطع كلها توصل وتوصل بالترتيب. لما في اليو دي بي لا يهتم أصلا لا بأن هي كلها توصل ولا بيهتم أنها توصل بالترتيب، معنى كده أنه لا ينظر إلى القطع دي على أن هم بيكملوا بعض بيكونوا رساله كبيره. لا، هو بينظر لكل قطعه لوحدها، كل قطعه يحاول يوصلها. وصلت خير وبركه، ما وصلتش خلاص مش مهم، وصلت بس في غير ترتيبها مش مهم. فكانه بيتعامل مع كل قطعه، كل سيجمنت لوحدها. خدي بالك انه عمليه الرسم اللي احنا شرحناها دي سواء على التي سي بي او اليو دي بي، يعني دي على التي سي بي، واللي قبلها كانت على اليو دي بي اللي هي كونكشن ليس، كلاهما دي رسمه لوجيكال. يعني الخطوط دي، الاسهم دي لوجيكال، مش خط، مش سلوك، لا، ده لبيان يعني اتجاه انتقال الداتا من جهاز لجهاز. وطبعا الرسمه دي بتهمل او يعني بتشيل من الاعتبار ايه اللي موجود في السكه. ده اللي موجود في السكه بلاوي، ده راوترات كتير قوي، ممكن تعدي على 100 راوتر في الخط ده. وممكن اصلا الرسائل تمشي في اتجاهات مختلفه، مش كلهم ماشيين في نفس الطريق. فدي رسمه لوجيكال، رسمه تخيليه لبيان انه الانتقال بيتم بدايه من هنا، ثم بعد بقى شغل كتير قوي فيحصل في النص بتنتهي عند هنا. ده معنى الاسهم دي سواء في الكونكشن ليست او في الكونكشن اورينت. فهنا الرسمه دي لا تعني، ليست تعني برسمتها كده انه في طريق موحد ان هما بيمشوا عليه والطريق ده مجهز، لا، الكلام ده مش موجود في الانترنت. الكونكشن ليست اللي هو اليو دي بي يتم التعامل مع كل سيجمنت، مع كل قطعة، كما لو كانت لوحدها، كما لو كانت غير، مش ما هياش واحدة ضمن مجموعة، ضمن قافلة
بتمشي عشان توصل من السورس الى الديستنيشن. تمام. طيب قلنا الهدف من اليو دي بي هو سرعة الوصول، التخلص من الزيادات المعلومات اللي ممكن كانت بتساعد في التأكد من انها وصلت الى اخره من الافادات التانية اللي بنحصل عليها في التي سي بي. انا بتخلص من الحاجات دي في مقابل ان الباكت تبقى خفيفة، تبقى صغيرة. فهنلاقي هنا الهيدر بتاع اليو دي بي، الرسالة نفسها اللي بتتبعت عليها معلومات، المعلومات دي بسيطة، تشمل ايه؟ تشمل السورس بورت نمبر، البروسيس قلنا ليها بورت نمبر، ليها رقم، فهي هنا بيحط الرقم البروسيس اللي هي خارجة منها ورقم البروسيس التي من المستهدف ان تصل اليها في الجهاز الاخير، طول الرسالة والتشيكسم. التشيكسم ده بيبقى رقم الهدف منه التأكد ان الرسالة ما حصل لهاش مشكلة، ما تلعبش فيها، سواء نتيجة ان الشبكة فيها حاجة وحشة او ان حد لعب فيها متعمد يعني. فالتشيكسم ده كل هدفه التأكد ان هي زي ما طلعت من عند المصدر السورس زي ما وصلت. لو تم التأكد من ذلك عن طريق الرقم اللي هو تشيكسم ده، بيتم قبول الرسالة. لو تم اكتشاف انه الرسالة حصل فيها تغيير، بيتم رفض الرسالة. وفي الحالة دي الـ UDP رفض الرسالة خلاص، ما بتتعادش تاني. طيب ازاي بقى بيعمل التشيكسم؟ طبعا هناك طرق عديدة للتأكد من أن الرسالة لم تتغير. بتبدأ من طرق بسيطة جدا زي الباريتي بيت، أعتقد أنتوا عندكم فكرة عن الباريتي بيت، وهي طريقة بسيطة، وتنتهي بطرق معقدة جدا. كلما تعقدت الطريقة كلما ساعدت على اكتشاف عدد أكبر من الأخطاء. يعني كل طريقة بيبقى لها حدود في عدد الأخطاء التي تكتشفها. كلما بسطنا الطريقة بتبقى حجمها قليل، عدد البيتس المستخدمة فيها قليل، وقدرتها على الاكتشاف قليلة. كلما عقدنا الطريقة بتستخدم عدد أكبر من البيتس، وده يعتبر أوفر هيد، يعتبر زيادة على الداتا الأصلية، في مقابل إنه بتساعدني على اكتشاف عدد أكبر من الأخطاء. طيب إيه الطريقة المستخدمة هنا في اليو دي بي؟ احنا تحديدا بقى، انا كنت بتكلم بصفه عامه، لكن تحديدا في اليو دي بي مستخدم ايه؟ مستخدم التشيك سم. ازاي بيعمل التشيك سم؟ بيجيب الرساله الاصليه بيقسمها الى 16 بيتس مجموعات، كل مجموعه 16 بت. الرساله كلها يعني الرساله لو تتكون مثلا من 1000 بت، ال1000 دي قسمها 16 و16 و16، يجيب بقى الستاشرات دي كلها يحطهم فوق بعض. طبعا الرساله قد لا تكون مضاعفات ال 16، يعني ممكن اقعد اقسمها 16 اولانيين، 16 تانيين، 16 تالتين، اجي عند الاخر والاقي اتبقى لي مثلا 11 12. هو طبعا الرساله هتكون يعني رقم مضاعفات الثمانيه، بس مش لازم يكون مضاعفات ال 16، هي الرساله هتكون بالبايتس في الاخر، فاكيد هي مضاعفات الثمانيه. لكن مضاعفات الثمانيه دي قد تكون مضاعف ل 16 وقد لا تكون مضاعف 16، فممكن مثلا الاقي في الاخر اتبقى لي 8 بس، او اتبقى لي ما هي 8، يا لو كانت 16 يبقى خلاص كده ما فيش، يبقى دي هتعتبر وحده لوحدها. طيب لو بقي في الاخر بيتس بيتم تكملها، يعني بنكملها علشان تكون 16. المهم بعد ما اقسمها 16ات بيجمع كل الستاشرات دول، يعني يجيب اول 16 ويجمعها على الثانيه ويجمعها على التالتة ويجمعها على الرابعة ويجمعها على الخامسة ويجمعها على السادسة، بس مع مراعاة مع مراعاة إن كل ما بيجمع 16 على بعض، طبعا نفتكر كده جمع الباينري، بيجمع 0 زائد 1 بتساوي 1، 1 زائد 0 بتساوي 1، 1 زائد 1 0 معانا الواحد، وهكذا لغاية الآخر. لو
زاد في المجموع، لو زاد المجموع عن 16 بت يعني في واحد في الخانة 17 بيتم إدخاله في عملية تانية يتجمع على 16 دول، يعني الواحد اللي طلع اللي بنسميه الكاري، الكاري اللي في الآخر الكاري أوت بيتم اتخاذه لعملية جمع تانية مع 16 اللي طلعوا دول بيتجمع عليهم تاني. بعد ما بيخلص جمع الستاشرات كلها مع بعض بالطريقة دي، الرقم اللي بيطلع في الآخر اللي هو الرقم اللي مكتوب قدامنا هنا صم، بيتم عكس البيتس بتاعته، الزيرو يتقلب 1 وال1 يتقلب 0، وهو ده اللي تشيك صم 16 بت يتم وضعه مع الرسالة في المكان المخصص لذلك اللي هو هنا وراه لنا في الهيدر، ويتم استقباله مع الرسالة عند الديستنيشن عند الطرف الأخير. طب الطرف الأخير يعمل إيه؟ الطرف الأخير ياخد الرسالة ويفصل عنها للتشيك سم ويقوم بنفس العملية، يقسم الرسالة إلى 16 ويجمع الستاشرات بالطريقة اللي شفناها دي، كل ما يطلع واحد في الآخر في الخانة 17 ياخده ويجمعه على 16 دول تاني ويوصل لنفس العملية بالظبط، يوصل في الآخر ويقلب 0 1 وال 1 0، ثم يطابق اللي هو طلعه باللي وصل له مع الرسالة. لو تم اكتشاف ان هم مختلفين اذا هذه الرسالة تم التلاعب بها سواء عن عمد او عن غير عمد فيتم رفضها، في حالة الـ UDP طبعا يتم رفضها وخلاص كده انتهت. في حالة ان هم متطابقين يتم قبول الرسالة وتصعيدها الى اللير الاعلى. طيب ده كده الكلام عن اليو دي بي، هتلاقوه قليل لان هو ما بيعملش حاجه، يعني هو بس بيبعت رسائل. معظم الشغل بيحصل في التي سي بي لان هو ده اللي هدفه ان الرساله توصل، وده في حد ذاته بيتطلب شغل ومجهود كتير. فعشان كده هتلاقوا يعني 80% او اكتر من الشابتر مركز على التي سي بي، وبالفعل اصلا يعني معظم البرامج اللي شغالين عليها بتستخدم التي سي بي، يعني اليو دي بي نسبه استخدامه اقل، يعني زي ما قلنا كده يعني موجوده بس في الحاجات اللي هي بتعتمد على البث المباشر، غير كده اغلب البرامج والتطبيقات بتستخدم التي سي بي. التي سي بي من ضمن اهدافه، ودي اللي بنحطها ضمن الاهداف الرئيسيه للترانسبورت لاير عموما، الريلايبل داتا ترانسفير. وقلنا كلمه ريلايبل يعني يعتمد عليه، انت عايز تبعت رساله تعدي على محطات كتيره في السكه بأشكال مختلفة وبمشاكل مختلفة، المهم في الآخر إنها توصل، فأنت تبقى إيه واثق ومعتمد إنها وصلت، عشان كده بنسميها ريلايبل. طيب لو الطريق حلو جدا خلاص أنت مش محتاج تعمل حاجة، هو الطريق لوحده هيوصلها، إنما الطريق مش حلو يبقى معنى كده إنك أنت هتعمل شغل تاني عشان تشوف يا ترى وقفت في النص ولا ما وقفتش، يا ترى في مشكلة بتقابلها ولا مفيش. ده معنى Reliable Data Transfer، وده بقى إيه اللي هندخل فيه دلوقتي. طيب هيبتدي يتعامل مع الـ Reliability بالتدرج، يبتدي يحط افتراض في الأول كده إنه أنا عندي هنا طرفين، أدي طرف اللي بيرسل Sending والطرف المستقبل، وبينهم Channel. Channel دي كلمة Logical وتعني إن في طريق بس بدون الدخول في تفاصيل الطريق. احنا عارفين لو احنا بنتكلم على الانترنت فالطريق ده حاجة كبيرة قوي، زي ما قلنا كده مئات عشرات او مئات من الراوترز اللي موجودة في السكة بظروف مختلفة، عالم تاني خالص. فاحنا بنغض النظر عن التفاصيل وبننظر لكل المشاكل دي او كل الحوارات دي على انها مجرد طريق بنسميه شانل. فالشانل هي قناة اتصال لوجيكال، انما لما ندخل بقى في الفيزيكال التفاصيل بتاعتها بقى نبتدي نناقش قابلت راوتر شكله عامل ازاي، قابلت راوتر اللي بعده كان فيه مشكلة، قابلت راوتر، نبتدي بقى ندخل في تفاصيل كل محطة من المحطات اللي بتنافسك. طيب لو كانت الطريق ما بين الطرف الاول والطرف الاخير اصلا ريلايبل، هل ده ممكن حدوثه في حاله الانترنت؟ لا، انما لو في حاله انت جبت كده جوه عندك في البيت او يعني في اي مكان خاص بيك
جبت جهازين، والجهازين دول انت موصلهم بنفسك بخط مباشر، سواء مباشر بدون اي حاجة في النص، او حتى عن طريق راوتر بتاعك انت. يعني هو قلنا في الحالة دي طبعا مش لازم راوتر، هو بنسميه سويتش، يعني هو فعليا بيشتغل كسويتش. لو جبت سويتش وانت الجهاز الاولاني والجهاز التاني الاتنين قدام عينك، وانت السويتش ده بتاعك وانت ضامنه وما فيهوش اي مشكلة، ففي الحالة دي ممكن نقول عليها reliable channel. يعني انت دلوقتي عملت ظروف مثالية، غالبا ما بتحصلش، يعني غالبا الظروف دي حتى لو انت عملت عندك في البيت وانت السويتش بتاعك، فانت حتى كمان ده برضه ما تضمنوش، هو نفسه مش مضمون بالنسبة لك 100%. لكن لو فرضنا انه مضمون 100%، فانت في الحالة دي تقدر تقول ان الشانل is reliable. ده كلام تخيلي جدا، نظري جدا، ومش هيحصل. الطبيعي انه في مشاكل، والمشاكل دي بتكتر كلما كتر الحاجات اللي موجودة في النص، وكلما الحاجات اللي في النص دي بقت مش تحت ايدك. يعني انت لو بنتكلم على الانترنت، فانت ما لكش اي كنترول على اي حاجة بتحصل من بعد ما الداتا بتخرج من الراوتر عندك في البيت. فهنا بيبتدي يقول حقيقة الأمر أن الشانل هي unreliable، وبالتالي لابد من العمل على تحقيق الريلايبيليتي. ما هو الترانسبورت لير ده دوره، بما ان الشانل في الحقيقه هي unreliable، اذا لابد ان الترانسبورت لير هو يضيف هذه الاعتماديه، هذه الثقه، عن طريق اضافه حاجات. بقى شغله بقى ده المجهود بتاعه في الطرف المرسل والطرف المتلقي. فهنا ده دور الترانسبورت لير، ايجاد طبقه تؤدي الى الريلايبيليتي، الثقه والاعتماديه، في شانل هي اصلا بطبيعتها unreliable. هنا بيتخيل بيعبر عن الكلام ده، بيوصفه كما لو ان الريلايبيليتي هنا فانكشن، كانه بيكتب بروجرام يعني، وكتب هنا في الطرف المرسل Reliable Data Transfer RDT، اختصار Reliable Data Transfer، يعني بيحقق الريلايبيليتي عن طريق استخدام فانكشن سماها هنا Send في الطرف المرسل، وسماها هنا Receive RCV، اختصار Receive، في الطرف المتلقي. الطرف المرسل يستخدم الفانكشن دي فتشتغل على تحقيق الريلايبيليتي من جهة المرسل. طبعا هي في الاخر عمليه الارسال الطبيعيه نفسها هي unreliable، فهنا بيعبر عن الارسال الطبيعي اللي هو unreliable بالفانكشن UDT. يعني هو بيحول عمليه التواصل عبر الشبكه الى فانكشن يسماها UDT، والطبيعي بتاعها انها unreliable. U معناها unreliable data transfer، فوقها reliable اللي بيعمل مجهود زياده بقى علشان يحقق الريلايبيليتي على تشانل unreliable. فبالتالي لو احنا حققنا الكلام ده، هيتم استقبالها من الناحية التانية على اعتبار انها بقت reliable data transfer، reliable channel يعني، بعد ما تم اضافة العنصر اللي بيحقق الريلايبيليتي. الكلام يبقى الابليكيشن لاير بيستدعي الفانكشن اللي هتضيف طبقه من الاعتماديه والثقه في الشانل، اللي هي بدورها هتعمل الشغل بتاعها، ثم تنادي الوظيفه الطبيعيه للشانل اللي هي unreliable data transfer، واللي هي هتتواصل مع الطرف الثاني. الطرف الثاني هيستقبل، بس المره دي لما هيستقبل، بما انه فوق الوظيفه الطبيعيه دي حصل شغل علشان يجعلها ريلايبل، فهيتم استقبال الداتا بشكل ريلايبل ويصعدها لللاير الاعلى اللي هو الابلكيشن لاير.
طيب عايز يوصف الكلام ده، الكلام ده هياخد منه مجهود شوية عشان يوصف لنا تحقيق الريلايبلتي، وهيعمل الكلام ده مراحل، يعني هيقول لنا على وضع معين ثم يبتدي يطور الوضع ده ثم يطوره أكتر، فهياخد ماشي بالتدريج. فهنا بيوصف، هيستخدم الفاينايت ستيت ماشين لوصف حالات الطرفين اللي هما الطرف السندر والطرف الريسيفر، الطرف المرسل والمتلقي. فهنا بيقول we will incrementally develop sender receiver size of reliable data transfer. هنبتدي نمشي بالتدريج كده واحدة واحدة ونحقق reliability بالتدريج. هنا رجع تاني الأول افتراض خالص، اللي هو الافتراض يعني لو جايز نسميه الافتراض الساذج، بس هو مش ساذج، هو قصده ان هو هيفترض ان الدنيا كلها مثالية خالص، ده افتراض نظري يعني. ففي الحالة دي مفيش شغل هيتعمل، لو انت عندك الطريق ما بين جهاز المرسل والمتلقي اصلا هو ريلايبل، لو فرضنا ان الحالة دي اتوجدت، فانت ايه دورك عشان تحقق ريلايبلتي؟ ولا حاجة، مفيش دور ليك انت كترانسبورت لاير، لا يوجد ما تفعله في هذه الجزئية. طالما عندك التشانل اصلا اتوجدت ريلايبل، فانت كل اللي عليك انك تبعت عليها وخلاص وانسى الموضوع. ففي هذه الحالة لو كانت التشانل اصلا ريلايبل، ودي حالة نظرية لا توجد عمليا، فانت كل دورك انك تنادي الانريلايبل داتا ترانسفير، اللي هو ما بقاش انريلايبل دلوقتي بقى ريلايبل، بالحكاية انك انت هتعمل الباكت وتديها له، والناحية التانية يستقبل عند السندر، يبعت عند الريسيفر يستقبل. يبقى الحالات اللي هيكون فيها السندر هي حالة ايه؟ حالة ان هو مستني الرسالة من الطبقة الأعلى الابليكيشن لير، أول ما تجيله رسالة يتم وضعها في الإطار المناسب وإرسالها عند الريسيفر، بيتم استقبال الرسالة وتصعيدها إلى الليفل الأعلى. فهنا حاطط بس الاستقبال، يعني هو هنا دايما الستيت بتاعته هي إن هو مستني أول ما تيجي يستقبلها ويطلع منها الرسالة ويطلعها ليه؟ الابليكيشن لاير الأعلى. دي حالة دي هنا سميها RDT version 1.0، اللي هو المرحلة الافتراض إنه مفيش أي مشكلة. Underlying channel perfectly reliable, no bit errors, no loss of packets. هنا وصف الـ reliability بحاجتين، تغير يحدث في bits، يعني bit 1 تتقلب لزيرو في السكة، أو بزيرو تتقلب 1 في السكة، أو فقدان لباكت، إن الباكت أصلا ما توصلش. فهو وصف الـ reliability أو الـ unreliability بحاجتين، إما تغير وإما فقدان. فيرجن 2 هنفترض أول افتراض عملي واقعي إنه لا الكلام ده مش هيحصل، هناك مشاكل قد تظهر. طيب إيه هي المشاكل في الفيرجن ده؟ هيفترض إنه ممكن يحدث تغير لبيتس، يعني بيت 1 تتقلب 0 أو بيت بزيرو تتقلب 1، ولكن في الفيرجن ده يفترض ان الباكتس هتوصل، يعني لن يحدث فقدان. احنا قلنا هو وصف الريلايبيليتي بحاجتين، تغير او فقدان. فالفيرجن 2 هيفترض انه لا يوجد فقدان، ولكن قد يوجد بيت ايرورز، قد يوجد تغير في البيتس. طيب اكتشاف التغير ازاي؟ عن طريق التشيكسم اللي احنا قلنا عليه. في حالة طبعا احنا بنتكلم على التي سي بي، التي سي بي لازم يتأكد ان الداتا وصلت. احنا قلنا في المرحلة اللي احنا فيها حاليا نفترض ان الداتا هتوصل، وبالتالي ما عندناش شك في ذلك، يعني ما عندناش مشكلة مع الوصول في حد ذاته، لكن وصلت سليمة ولا مش سليمة؟ في المرحلة اللي احنا فيها حاليا ما زلنا ما افترضناش كل الواقع الموجود. الواقع بيقول ايه؟ انه ممكن
اصلا توصل وممكن ما توصلش، دي حاجه. طيب لو وصلت ممكن توصل بس مختلفه، يعني متغير، حصل فيها تغير، فده اللي احنا في المرحله اللي احنا فيها، ان احنا بنفترض انها هتوصل بس ممكن ما توصلش سليمه. والتي سي بي بطبيعته اصلا عشان عارف انها يعني بيتعامل مع المشكلتين، عدم الوصول والوصول بس بشكل مختلف عن الطبيعي عن الاصل. فاصلا هو في اكنولجمنت اللي احنا قلنا افاده بانها وصلت. فلو هي وصلت وسليمه بيتم التحقق من ذلك عن طريق التشيك سم، وبيتم افاده السندر انها وصلت سليمه فبيتبعت اكنولجمنت. طيب لو وصلت، احنا قلنا انها في المرحله اللي احنا فيها لازم توصل بس ممكن توصل مش سليمه، فيها تغير، هيتم اكتشافه عن طريق التشيك سم. طب وبعدين ايه اللي يحصل بعد كده؟ يتم ارسال رساله تسمى نيجاتيف اكنولجمنت، افاده سلبيه، افاده بانه رساله هي صحيح وصلت بس وصلت متغيره مش وصلت سليمه. طيب الافاده السلبيه دي جايه من الريسيفر المتلقي، تصل الى السندر اللي بعد لما يستقبلها يعرف انها وصلت مش سليمه وبالتالي يعيد ارسالها سليمه. يتم التعبير عن ذلك، احنا خلاص يعني شرحنا البتاع، فهنا بيوصفوا من خلال الستيت ماشين. فهنا السندر له تو ستيتس، له حالتان، في الاول منتظر رساله من الابلكيشن لاير، احنا هنا بنتكلم على الترانسبورت لاير، الترانسبورت لاير بينتظر رساله اللي هيبعتها من الابلكيشن لاير، جاله محتوى الرساله يبتدي يحطها في الصوره ويبعتها. بعد ما بعتها الدنيا لسه ما خلصتش عنده، لسه منتظر افاده. قد تكون الافاده بوزيتيف اللي هي الاكنولجمنت العادي، ده معناها انها وصلت سليمه، وقد تكون نيجاتيف معناها انها وصلت غير سليمه. اذا هناك حاله لسه في قرار هيتخذ. طيب في حاله انها وصلت سليمه يعني جاله اكنولجمنت، يبقى كده خلاص الحمد لله الدنيا ظبطت ويرجع تاني للوضع الاول، ينتظر مجيء رساله جديده من الابلكيشن لاير عشان يبعتها. في حاله انها وصل افاده سلبيه نيجاتيف اكنولجمنت، يبقى معنى كده ان اللي اتبعتت في الاول ما وصلتش صح، فبالتالي لابد من اعاده ارسالها. هتلاقي هنا معبر عن الكلام ده في الصوره هنا، ال RDT receive اللي هو الفانكشن اللي بتستقبل الرساله الافاده اللي جايه من الطرف الثاني، طرف receiver. في حاله استقبل الرساله وكانت negative acknowledgement بيعمل السهم ده، الكلام ده موجود على السهم اللي هو لافف تاني وجاي على نفس الستيتس، يعني هيعيد ارسال الرساله متخزنه عنده، بيعيد ارسالها وينتظر تاني انه يجي له اكنولجمنت. كلما جات له النيجاتيف اكنولجمنت يبعتها تاني وينتظر انه يجي له اكنولجمنت. هنا اللي مكتوب RDT receive يعني بيستقبل الرساله، بيستقبل الافاده، الرساله هنا المقصود بها الرساله اللي جايه من الريسيفر اللي هي الافاده، وكانت اكنولجمنت and is acknowledgement، يبقى معنى كده انه خلاص الدنيا بقت ظبطت وينتقل الى الوضع الاول. طيب يبقى في حالتين هنا للسندر وحاله واحده للريسيفر، الريسيفر هيستقبل الرساله ويشوف التشيك سم، لو لقى سليم يعني not corrupt يبقى خلاص كده الدنيا سليمه، يطلع الرساله نفسها محتوى الرساله ويبعتها لللاير الاعلى. لو كانت كوربت، لو كانت رسالة المستقبلة حصل فيها تغير عن طريق اكتشافه عن طريق التشيك سم، اذا بيبعت نيجاتيف اكنولجمنت الى السندر عشان يقول له لا اللي انت بعتها دي مش سليمة.
الكلام ده اللي انا قلته ده مشروح هنا في بشكل يعني انيميشن. فهنا الوضع الاول للسندر انه في انتظار رساله من الابلكيشن لاير، والريسيفر بينتظر وصول الرساله من السندر. الرساله جت، يتم الانتقال الى الوضع الثاني اللي هو ان الرساله اتبعتت ومنتظرين افاده. الرساله وصلت سليمه no errors، عشان كده عنوان سلايد no errors، بيتم التاكد انها ما فيهاش مشكله، فعلا ما فيهاش مشكله، يتم ارسال acknowledgement الى السندر، وبالتالي السندر كده جاله acknowledgement يعني بينفذ الجزء ده، ويتم الانتقال الى الستيت الاولى. في الحاله الاخرى السندر بيستقبل محتوى الرساله، والريسيفر في الوضع الانتظار، السندر جات له الرساله غلفها وبعتها للريسيفر، الريسيفر استقبلها وعمل عمليه التشيك سم لقاها مختلفه، وبالتالي دي مش هينفع يقبلها، فبيبعت نيجاتيف اكنولجمنت الى السندر، اللي بدوره لما بيستقبل نيجاتيف اكنولجمنت بيعيد ارسال الرساله مره ثانيه لغاية ما توصل سليمة. وساعة لما توصل سليمة بيبعت acknowledgement للريسيفر يستقبله السندر، وكده خلاص كده اتفقوا، القصة دي خلصت بالنسبة للرسالة. طيب ماذا يحدث لو كانت، احنا عمالين نتكلم على الرسالة الأصلية، ماذا يحدث لو أن ال acknowledgement نفسها أو ال negative acknowledgement هي نفسها، ما هي عبارة عن رسالة. يعني احنا عندنا رسالة اللي هي تمثل الداتا نفسها، انت باعت لطرف تاني داتا، والطرف التاني بيرد عليك برسالة صغيرة اللي هي إفادة بأن الداتا وصلت سليمة أو مش سليمة. تخيل أن الرسالة الأصلية نفسها ممكن توصل وتوصل سليمة، بينما الإفادة نفسها ممكن يحصلها مشكلة. ما هي في حد، ما هي في الرسالة في حد ذاتها هي صحيح صغيرة في الحجم، وبالتالي احتمالية أنها يحصل لها corruption احتمالية ضعيفة. كلما زاد طول الرسالة، كلما زاد عدد البيتس في الرسالة، كلما زادت احتمالية التغير. فكلما قلت عدد البيتس، كلما قلت احتمالية ان يحصل فيها corruption. فالacknowledgement والnegative acknowledgement هي رسائل قصيرة، قصيرة جدا، فاحتمالية ان يحصل لهم مشكلة قليلة، بس في ما زال احتمالية، ما هياش 0%. ماذا يحدث لو حصل التغير في الاكنولجمنت او النيجاتيف اكنولجمنت؟ يعني الطرف السندر بعت رسالة وصلت سليمة، والطرف الريسيفر بعت اكنولجمنت بس ما وصلتش، او وصلت يعني احنا هنا بنفترض انها بتوصل، بس بتوصل مشوهة. اذا السندر مش هيعرف ان الرسالة وصلت سليمة او مش سليمة. وبالتالي لو السندر معرفش انها وصلت سليمة، ممكن يعيد ارسال رسالة، اللي هو السيناريو اللي فات ده اللي احنا لسه قايلينه. هنا السندر جات له رسالة غلفها وبعتها، وصلت للريسيفر، هنفترض انها وصلت سواء سليمة او مش سليمة، بس في كل الاحوال الإفادة اللي المفروض توصل ما وصلتش أصلا طبيعية للسندر، الإفادة دي وصلت مشوهة، هي في يعني في السيناريو اللي قدامنا ده وصلت نيجاتيف اكنولجمنت، فهيعيد إرسال الرسالة، بس في الفضل يبعتها لغاية ما وصلت سليمة، وهنا هيبعت له اكنولجمنت. افرض بقى الاكنولجمنت ده في حد ذاته ما وصلش سليم، السهم الأحمر ده المفروض ان دي اكنولجمنت، يعني افاده بان الرساله وصلت سليمه. افرض بقى ان الافاده نفسها ما وصلتش سليمه، ايه اللي هيحصل؟ السندر مش هيفهم انها وصلت سليمه، هيعمل ايه؟ هيجي عند الدايره دي اللي هي الثانيه ويرجع يبعتها تاني. خدوا بالكم هيبعتها تاني لانها وصلت اولاني سليمه،
كده هي توصل مره تانية سليمه برضو مثلا، يعني ممكن توصل مرتين سلام كده. الريسيفر هيعرف منين ان اللي اتبعت للمره التانية دي هي نفس الرساله الاولانيه؟ ما هو خدوا بالكم، الريسيفر الترانسبورت لاير دوره يستقبل الرساله مش دوره يتفحص الرساله، يعني هو ملوش دعوه بمحتوى الرساله ايه، ملوش دعوه انها رساله متكرره، دي مش قضيته، يعني هو مش هيعرف انها متكرره من خلال محتوى الرساله. كيف يعرف الريسيفر انها رساله مكرره بدون ما يفحص محتوى الداتا نفسها؟ إذن لابد من وجود تعريف لكل رسالة مرسلة. الموضوع بقى مش بمحتوى الرسالة، أنا ماليش دعوة بمحتوى الرسالة، لكن أنا هعرف رسالة برقم. كل ما السندر يبعت للريسيفر رسالة لابد أن تحمل رقم مختلف، الرقم ده هنسميه السيكونس نمبر. يبقى لو حصل الحالة اللي احنا فيها حاليا، إن رسالة اتبعتت من السندر ووصلت سليمة للريسيفر، والريسيفر بعت اكنولجمنت يقول له انها وصلت سليمة، ولكن الاكنولجمنت ما وصلش، وصل مشوه، فالسندر هيعيد ارسال الرسالة الاصلية مرة اخرى لانه ما فهمش انها وصلت المرة الاولانية سليمة. هيعيدها، يعيد ارسالها، معناها ان فيها نفس الرقم. الريسيفر هيستقبل الرسالة للمرة الثانية، بس هيقارن الرقم اللي فيها السيكونس نمبر برقم الرسائل اللي هو استقبلها قبل كده، هيكتشف انها تم استقبالها قبل كده بسلام، مش اول مرة يستقبل نفس الرسالة، يبقى هيفهم انها رسالة مكررة، ويفهم بقى القصة اللي حصلت، يفهم ان هو اصلا السندر ما خدش باله او وصل له معلومة غلط انه الرساله اللي قبل كده ما وصلتش سليم، فيتم استبعاد الرساله ويبعت اكنولجمنت تاني يقول له يا عم هي وصلت سليمه اول مره ما تبعتش تاني. وهنا اول بروتوكول فعلي بيطبق هذه يعني دلوقتي وصلنا لاول مرحله من المراحل الواقعيه، اللي فات ده غير واقعي، او هنا من الفيرجن 2 ده اول مرحله واقعيه ولسه لا يشمل كل حاجه، يعني احنا قلنا لسه في بعد كده تزويد عليه، بس واحنا في المرحله اللي احنا فيها دي عندنا بروتوكول اسمه ستوب اند ويت بيطبق اللي احنا قلناه ده. سندر سندس 1 باكيت ذن ويتس فور ريسيفر ريسبونس، السندر هيبعت رساله وينتظر يجي له الاكنولجمنت او النيجاتيف اكنولجمنت من الريسيفر. في الحالة دي السندر له أربعة أوضاع، four states. وضع أول اللي هو الوضع القديم خالص اللي هو بينتظر فيه الرسالة من الابليكيشن لير علشان يغلفها ويبعتها إلى الريسيفر، ثم ينتقل إلى الستيت الثاني اللي هو انتظار رد الريسيفر، يا ترى الريسيفر هيبعت له اكنولجمنت ولا نيجاتيف اكنولجمنت. في حاله انه وصل له نيجاتيف اكنولجمنت، ده معناه ان الرساله وصلت مش سليمه، مشوهه، فينتقل الى مرحله انه يعيد ارسال الرساله. خدوا بالكم هنا لما ارسل رساله حط معاها رقم 0، هو هنا عنده لكل رساله رقم مكون من 1 بت، 1 بت معناها ان الرساله تحمل يا اما 0 يا اما 1، السيكونس نمبر هو فقط 1 بت قيمته يا 0 يا 1، بعت الرساله برقم 0 ومنتظر الاكنولجمنت او النيجاتيف اكنولجمنت بتاع الرساله 0. وصل له الاكنولجمنت افاده بان الرساله وصلت سليمه، اذا ينتقل
إلى عملية الانتظار مرة أخرى، ولكن المرة دي هينتظر رسالة ويديلها الرقم 1. هينتظر من الابليكيشن لاير بتاعه داتا علشان يعملها رسالة ويرسلها ويديلها الرقم 1، ويرجع يبعتها إلى الريسيفر، وينتظر إفادة من الريسيفر على الرسالة رقم 1. وصل له الإفادة إنها وصلت سليمة، يرجع تاني ينتظر الابليكيشن لاير. هنا الويت هنا معناها إنه الترانسبورت لاير منتظر الابليكيشن لاير، يعني على نفس الجهاز، إنه يبعت له داتا عشان تكون رسالة يبعتها يعني. إذن هو بينتقل ما بين رقمين 0 و1. طيب ماذا يحدث لو وصل له إفادة سلبية؟ نيجاتيف اكنولجمنت. إفادة سلبية لازم بتحمل معاها رقم الرسالة، إفادة سلبية إنه رقم 0 ما وصلتش. إذن مش هينتقل إلى الوضع بتاع رسالة 1، لا، ما إحنا مش هنبعت رسالة 1 إلا لما نتأكد إن الرسالة 0 وصلت. يعني لو وصل له نيجاتيف اكنولجمنت على الرسالة 0 مش هيعدي السهم ده، هيظل في نفس الدايرة دي، يعيد إرسال الرسالة رقم 0. وصل له نيجاتيف اكنولجمنت، يعيد ارسال الرساله رقم 0. وصل له نيجاتيف اكنولجمنت، يعيد ارسال الرساله لغايه ما يوصل له اكنولجمنت. وصلت يا عم، وصلت. لما تكون وصلت ساعتها ينتقل الى الوضع الجديد ده. طيب زي ما قلنا كده، حاله لو انه الافاده اللي وصلت له مشوهه، هو ما فهمش انها وصلت سليم، فلما يعيد ارسال الرساله هيعيد ارسالها بنفس الرقم اللي هو 0، فالريسيفر هيعرف انها تكرار للرساله اللي قبلها. هنا اوضاع الريسيفر عنده وضعين، وضع بينتظر فيه وصول الرساله رقم 0، وصلت بيتشيك على التشيك سم يلاقيها سليمه، يبقى كده خلاص الدنيا مظبوطة، يبعت acknowledgement إلى السندر وينتقل إلى الوضعية بتاعت انتظار الرسالة رقم 1. لو وصلت الرسالة رقم 1 وتشيك عمل تشيك على التشيك سم ولها سليمة، كده يبقى الدنيا ممتازة، ويبعت رسالة، يبعت acknowledgement للسندر وينتقل لانتظار الرسالة رقم 0. لو رسالة وصلت مشوهة بيبعت نيجاتيف اكنولجمنت ويكمل في نفس الوضع، نفس الستيت، ما بينتقلش لأنه مش هينفع ينتقل إلا لما توصل له الرسالة سليمة. لو هو أثناء انتظاره للرسالة رقم 0 جات له رسالة رقم 1، يبقى فيه غلطة، ما ينفعش وهو في رسالة رقم 0 يجي له رسالة غير اللي هو متوقعها، لازم تجي له رسالة رقم 1. لو هو منتظر 0 لازم تجي له 0، فهو مش هيوافق، مش هيستقبل الرسالة إلا لو كانت اللي هو متوقعها. هو متوقع 0 يبقى لازم تجي له 0، متوقع 1 يبقى لازم تجي له 1. عشان كده حاطط ضمن الكاتبه من ضمن الحاجات ان هو لو منتظر رقم 1 وجات له رساله تحمل رقم 0 مش هيوافق، وهيرجع تاني ينتظر ارسال رساله رقم 1، مش هيقبل رساله رقم 0 في حاله انتظاره لرساله رقم 1. والعكس هنا، وهو منتظر رقم 0 لو جات له رساله تحمل سيكونس نمبر 1 مش هيقبلها. الكلام اللي انا بقوله ده مترجم عن طريق كتابة الفانكشن، تقدروا تقروها يعني، مش صعبة. كلمة RDT RCV اللي هو استقبال على التشانل اللي احنا بنحاول نحقق لها reliability، وكلمة corrupt معناها انها هل وصلت سليمة، دي فانكشن بترجع true or false. corrupt معناها انها وصلت غير سليمة، مشوهة. طيب
هي المحاضرة المفروض تخلص الساعة كام؟ حداشر؟ اه معانا لغاية؟ طيب هيبتدي ينتقل. لا احنا ما زلنا في الفيرجن 2.1، يبقى احنا كده الفيرجن 2.1 اضاف موضوع السيكونس نمبر. طيب بيقول لك هنا هو اكتفى بالسيكونس نمبر بانه يكون 1 بيت، وبالتالي يا 01. لماذا؟ ليه مش اكتر من كده؟ ليه ما حطش مثلا 0 1 2 3 4؟ يعني ما حطش رقم كبير. ليه الرقم هو يا 0 يا 1؟ لان هو الدنيا بتقف، بعت رقم السندر بيبعت رقم 0 ومش هيبعت اللي بعدها الا لما يتاكد ان رقم 0 وصلت سليم، فالدنيا واقفه. ففي ال... في ال... في الوقت الواحد لازم يتاكد ان الرساله اللي بتتبعت وصلت. فانا ما عنديش مشكله هتحصل طول ما انا واقف مستني الرساله، هي يا اما تجيلي افاده بان الرساله وصلت سليمه او انتقل الى الرقم اللي بعده اللي هو واحد، او ان هي ما وصلتش سليمه وبالتالي اعيد ارسال الرقم الرساله ذات الرقم المحل الارسال حاليا. وده على الرغم من بساطته وسهولته الا انه كده بنضيع وقت، يعني برضو فيها يعني عدم استغلال أمثل للوقت. طيب حصل تطوير بسيط على الوضع اللي فات، التطوير البسيط ده خلاه يغير الفيرجن، بدل ما كان 2.1 سماه 2.2. ايه هو التطوير ده؟ لقى انه عنده نوعين من رسائل الإفادة. النوع الاول اللي هو الاكنولجمنت اللي هي إفادة إيجابية، الرسالة وصلت سليمة، والنوع الثاني نيجاتيف اكنولجمنت اللي هو رساله سلبيه ان الرساله وصلت مشوهه. قال لك انا مش محتاج ان انا ابعت نوعين، نخليهم نوع واحد، بلاش تبعت نيجاتيف اكنولجمنت، انت تبعت اكنولجمنت بما ان عندك الرساله تحمل احد الرقمين يا 0 يا 1، فانت هتبعت اكنولجمنت باخر حاجه وصلت سليمه. فلو انت بعت رسالة، بعت إفادة بإن آخر حاجة وصلت سليمة كانت الرسالة اللي قبل الرسالة اللي موجودة دلوقتي، يعني أنت دلوقتي اتنين بيتكلموا مع بعض، واحد بعت للتاني رسالة رقم 0 وصلت سليمة للمتلقي، بعت له إفادة إنها وصلت سليمة، ثم انتقل للرسالة التانية، السندر بعت رسالة رقم 1، الريسيفر ما استقبلش الرسالة رقم 1 سليم، راح بعت له ايه؟ بعت له افادة اكنولجمنت، بس بايه بقى؟ قال له رقم 0 وصلت سليمة. يعني خد بالك، السندر باعت رسالة رقم 1، يستقبل افادة من ريسيفر انه رقم 0 وصلت سليمة، يفهم من كده ايه؟ يفهم ان رقم 1 ما وصلتش سليم. اذا هيستخدم الاكنولجمنت المرة دي بما ان معاها رقم، هيستخدمها بالمعنيين، بمعنى البوزيتيف اكنولجمنت وبمعنى النيجاتيف اكنولجمنت، فمالوش لازمه نكون رساله ثانيه اسمها نيجاتيف اكنولجمنت، هي نفس الرساله اللي هي الاكنولجمنت العاديه تحمل المعنيين، معنى وصول الرساله الحاليه سليمه او وصولها غير سليمه عن طريق ان انا اقول له اللي قبلها وصل سليم. وبالتالي يعيد التعبير عن حالات السندر، بدل ما كان عندنا أربع حالات رجع تاني خفضهم لحالتين. فهنا السندر بينتظر من الابليكيشن لاير محتوى الرسالة، جات له محتوى رسالة بيحطها في الصورة المناسبة، بيحط لها الرقم بتاعها،
ويبعتها إلى الريسيفر وينتظر، ينتقل إلى مرحلة الانتظار. جاله acknowledgement برقم 0، إذن الرسالة اللي هو بعتها حاليا اللي هي رقم 0 وصلت سليم. جاله acknowledgement برقم 1 اللي هي لسليمة. رقم 1 ازاي يا عم انا باعت 0؟ اه ما انت 0 ما وصلش سليم، فهو استقبلت من من الريسيفر افاده بان رقم 1 وصل سليمه وانت باعت 0، يبقى تفهم ان رقم 0 ما وصلش سليم فتعيد ارسالها تاني. بينما في الريسيفر هيبقى عندنا ستيت واحده بس، انتظار الرساله. الرقم هنا حطه 0، فلو استقبل رقم 0 وعرف انها سليمه يبعت acknowledgement برقم 0. لو استقبل رقم 0 ولقاها مش سليمه مشوهه بيبعت افاده ان رقم 1 وصل سليم، وبالتالي لما يبعت رقم 1 وصل سليمه السندر يفهم انه رقم 0 ما وصلتش سليمه. يبقى فيرجن 2.2 ما هي الا التخلص من الحاجات الزياده، اللي هو لما لقى ان اللي انا عملته في فيرجن 2.1 بيحقق لي اللي انا عايزه بس في زيادات، انا ممكن اقلل الزيادات دي. طيب ننتقل الى الفيرجن بقى، المره دي غير الفيرجن خالص بقى 3، مش تعديلات بسيطه، تعديل جذري بقى، عشان كده سماه 3. ايه اللي هيحصل؟ احنا في الاول قلنا عندنا مشكلتين، المشكله الاولى تغير البيتس، الزيرو يتقلب 1 وال1 يتقلب 0، وده بيتم اكتشافه عن طريق التشيكسم. والمشكله الثانيه اللي ما كانش اتخذت في الحسبان فيما قبل ذلك، فقدان الباكت، اصلا الباكت نفسها ما توصلش. يبقى فيرجن 3 بيضع في اعتباره ان الباكت نفسها لا تصل. إذن فيرجن 3 بيضيف المشكلة الثانية اللي هي مشكلة إن الباكت أصلا ما توصلش. هيعرف منين إنها ما وصلتش؟ برضو حاليا ما عندناش حاجة غير الإفادة الأكنولجمنت. والله لو الأكنولجمنت وصلت للسندر هيعرف ان الباكت وصلت سليمه زي ما شفنا قبل كده، يعني سليمه او مش سليمه يعني. طيب افرض ما وصلتش اكنولجمنت، يعني دلوقتي لو اصلا الرساله ما وصلتش للريسيفر، الريسيفر مش هيبعت حاجه، فهو دلوقتي السندر بعت رساله ولم تصل للريسيفر، وبالتالي الريسيفر مش هيبعت افاده، السندر منتظر الافاده. هيفضل بقى منتظر لغايه قد ايه؟ هو المفروض انه متوقع يكون في افاده، سواء افاده سلبيه او افاده ايجابيه. وقلنا في فيرجن 2.2 ان هي الاثنين هيبقوا هما نفس الرساله بس بالرقم، يا اما الرقم الحالي او الرقم السابق. المهم ان هو كان المفروض السندر مفترض ان في اكنولجمنت هيصل. لو لم يصل اكنولجمنت في وقت معين اذا هيعتبر انه الرسالة لم تصل. إذن الإضافة حاليا العنصر الجديد في فيرجن 3 هو الوقت. السندر بيبعت رسالة وينتظر acknowledgement في خلال وقت معين. رجعنا تاني هنا نمثل حالات السندر، المرة دي هيبقوا أربع حالات بعد ما كنا خفضناهم لاثنين.
لا رجعنا قلنا بقى الإضافة الجديدة دي تتطلب إنه يبقى في 4 حالات. الحالة الأولى انتظار الداتا اللي جايله من الابليكيشن لاير، جات للداتا هيبتدي يغلفها في رسالة ويحط لها رقم زيرو ويبعتها وينتظر ايه الاكنولجمنت بتاع الرسالة زيرو. وهنا بقى عندنا يا اما الاكنولجمنت يجيله فعلا بس جايله بإفادة برقم واحد، ده معناه انه رقم زيرو ما وصلتش سليم. لو جات له إفادة إن رقم واحد وصلت سليمة، ده معناها إن رقم زيرو اللي هي اللي إحنا فيها دلوقتي لم تصل سليم، وبالتالي يعيد إرسالها. طيب لو ما جالوش أصلا acknowledgement لغاية وقت معين، هنا بقى دي الإضافة الجديدة اللي هو التايم أوت. عنده كده ستوب ووتش يعد كده وقت معين، تك 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 تك، ما وصلش الرسالة، ما وصلش الإفادة. إذن هنفترض إنها ما وصلتش، الله أعلم إيه اللي حصل، المهم إنها ما وصلتش، فيعيد إرسال الرسالة. يجوز إنها كانت وصلت بس في مشكلة حصلت في الأكنولجمنت، يجوز أي حاجة الله أعلم. المهم مش هينتقل إلى الوضع الآخر إلا لما يجيله أكنولجمنت، يبقى لازم يجيله أكنولجمنت ويجيله بالرقم اللي هو متوقعه اللي هو زيرو. في الحالة دي ينتقل إلى المرحلة اللي بعدها، إنه يكون رسالة جديدة اللي هي هتحمل الرقم واحد ويعمل معاها نفس الحركة، يبعتها وينتظر إفادة والإفادة تكون معاها رقم واحد. لو جات له إفادة معاها رقم زيرو يبقى الرسالة دي ما وصلتش سليمة، ما وصلتش سليمة. لو جات له ما جاتلوش أصلا إفادة بعد وقت معين يبقى هي برضو ما وصلتش، يبقى في كلا الحالتين هيعيد إرسالها ولن ينتقل إلى الوضع الجديد اللي هو أول وضع هنا إلا في حالة جات له إفادة وبرقم واحد. برضو هنا طريقة أخرى للتعبير عن نفس السيناريو. هنا معانا السندر والريسيفر، دي الطريقة دي أشبه إلى السيكونس دايجرام، يعني تتابع الأحداث. فالحدث الأول زمنيا إنه سندر بعت باكت ومعها الرقم زيرو، وصلت للريسيفر، الريسيفر وصلت سليمة، الريسيفر بعت الأكنولجمنت رقم زيرو، يعني معناها إن الباكت رقم زيرو وصلت سليمة. السندر استقبل الإفادة الأكنولجمنت كده، اطمن الدنيا ماشية سليمة، يروح مباعت رسالة جديدة وتحمل الرقم واحد. الريسيفر استقبل رسالة رقم واحد سليمة، يروح باعت acknowledgement لرقم واحد، يرجع تاني السندر يكون رسالة جديدة ويبعتها بالرقم زيرو، والريسيفر يستقبلها سليمة يبعت acknowledgement لزيرو، وهكذا. الدنيا هنا دي حالة النولوس، مفيش مشكلة. الحالة التانية بقى هنفترض حدوث لوس، سندر بعت رسالة تحمل الرقم زيرو، وصلت سليمة للريسيفر، وبالتالي بعت acknowledgement على رقم زيرو. الحمد لله أول عملية تمت بنجاح. السندر هيكون رسالة جديدة تحمل الرقم واحد، الرسالة رقم واحد لم تصل إلى الريسيفر، وبالتالي الريسيفر ما عندوش علم بحاجة، ما مش هيعمل حاجة، ما فيش حاجة جاتله. السندر ينتظر لغاية وقت معين، لما الوقت ده يخلص ما جالوش إفادة في هذا الوقت، إذن يعيد إرسال رسالة رقم واحد. لما توصل سليمة الريسيفر يبعت له acknowledgement برقمها والدنيا تمشي سليم. يبقى هو دي الإضافة اللي تمت في فيرجن 3. طيب مش بس اللي دول اتنين سيناريو، سيناريو عدم حدوث أي مشكلة، السيناريو الثاني حدوث مشكلة فقدان لباكت، السيناريو الثالث مشكلة فقدان للأكنولجمنت. السندر كون الباكت رقم زيرو، بعتها للريسيفر، وصلت سليمة، رد بإفادة رقم زيرو، السندر كون باكت جديدة رقم واحد، بعتها وصلت سليمة، الريسيفر بعت الأكنولجمنت برقم واحد، الأكنولجمنت ما وصلش. بالنسبة للسندر ما عندوش معلومة إن
باكت رقم واحد وصلت سليمه، ما جالوش الافاده اللي تقول ان باكت رقم واحد وصلت سليمه. هينتظر وقت معين ثم يعيد ارسال رساله رقم واحد. الريسيفر هيستقبل رساله ويكتشف انها رقم واحد، يعني معنى كده ان هو استقبلها قبل كده، طبعا هو عنده المعلومه ان هي استقبل رقم واحد، فيروح باعت له اكنولجمنت تاني على رقم واحد، يا عم هي وصلت. فيفهم الريسيفر ساعتها بقى لما دي توصل بجد، يفهم ان هو حصل اعاده ارسال مرتين، فيروح باعت رقم زيرو والدنيا تكمل طبيعيه. اذا السيناريو ده ما عندناش فيه مشكله. ايه السيناريو الاخير؟ السندر بعت رساله رقم زيرو والريسيفر استقبلها سليمه وبعت له الاكنولجمنت. السندر كون رساله رقم واحد، الريسيفر بعت الاكنولجمنت استقبلها سليمه وبعت الاكنولجمنت ولكنها اتاخرت. يبقى مشكله السيناريو الاخير تاخر وصول الاكنولجمنت. السندر عمل الستوب واتش بتاعته والوقت عدى من غير ما يوصل له الاكنولجمنت. الاكنولجمنت فعلا كان في السكه بس اتاخر، وصل بس وصل بعد ما كان السندر الوقت بتاعه انتهى، التايم اوت حصل واعاد ارسال رساله رقم واحد لان ما جالوش الاكنولجمنت قبل الوقت اللي هو كان متوقعه. فالاكنولجمنت رقم واحد وصل بس وصل متاخر. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ هيحصل لخبطه. الريسيفر هيستقبل الباكت رقم واحد المره الثانيه، وبالتالي هيفترض ان الاكنولجمنت اللي كان باعتها قبل كده ما وصلتش، فيعيد ارسال اكنولجمنت رقم واحد. والسندر لما استقبل اكنولجمنت رقم واحد متاخره، اعاد افترض كده انها كده خلاص وصلت، وبالتالي هيبعت رساله رقم زيرو. ولما توصل رساله رقم زيرو الريسيفر يروح باعت اكنولجمنت رقم واحد، بس في نفس الوقت اكنولجمنت رقم واحد اللي قبلها دي لما وصلت كان الريسيفر افترض انه الرساله رقم زيرو ما وصلتش سليمه، فاعاد ارسال رساله رقم زيرو. يبقى الجزئيه دي حصل فيها لخبطه. يبقى البروتوكول ده على الرغم انه حل مشاكل كتيره الا انه هو مازال عنده حاله اللي هي لو اتاخرت وصول الاكنولجمنت هيحصل فيها مشكلة، وبالتالي لابد من التدخل وإعادة النظر في هيكلة البروتوكول ده علشان نحل فيها المشكلة الجديدة اللي ظهرت. طيب احنا كده وقت المحاضرة خلص. هو المحاضرة بتخلص 11 بالظبط ولا 11 وشوية؟ 11 بالظبط يا دكتور. طيب انا مضطر ان اتوقف انا بس يعني